يعتبر فيلم أولاد نوفمبر من أهم الأفلام الثورية الجزائرية، حيث أخرجه المخرج الجزائري موسى حداد. عرض لأول مرة في السينما عام 1975، حيث برز في هذا الفيلم دور الطفل مراد بن صافي، بائع الجرائد ليعيل عائلته، مع أب مريض ليتحول في ومضة قصيرة من فتى مغمور إلى المطلوب رقم واحد للشرطة السرية الفرنسية، ليطلب منه أحد ثوار عمي العربي بإيصال رسالة إلى أحد المجاهدين فتنتبه له الشرطة وتلاحقه. لكن منذ مدة كبيرة لم نعد نسمع عنه أي أخبار، فأين اختفى مراد وكيف أصبح شكله اليوم؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. الفنان الكبير حمدي عبد القادر من مواليد 16 أكتوبر 1957 بالجزائر العاصمة، يعرف بمراد بن صافي، الاسم الذي ارتبط به إلى الآن. تميز ببراعته وصدقه في أدائه رغم أنه لم يتلقى أي تكوين في مجال التمثيل، إلا أن أداءه أثر في كل المتتبعين. طفل أبدع وأبهر في دور بطل ثوري، وقف أمام الكاميرا وأمام كبار الممثلين فأقنع وتألق. هي حكاية أبناء نوفمبر أمضاها المخرج الراحل موسى حداد، اختاره من بين مئات الأطفال عام 1975 بعد أن وضع إعلان بالتلفزة رأى فيه موهبة فذة، فصنع من ذلك الصبي نشوءا سينمائيا. مدة التدريب لم تتعد الأسبوعين، وبالرغم من ذلك تميز أداؤه بالصدق والبراعة التمثيل. مراد بن صافي نموذج حي لأطفال ومراهقين عاشوا الأمرين وعانوا من جرائم فرنسا وولدوا من رحم الثورة، فتمثيل مراد كان قريب من واقع المعاش. كما ظهر الممثل عبد القادر حمدي في بعض الأدوار مع الراحل مصطفى بادية وأعمال أخرى للمرحوم موسى حداد ومصطفى غربي وغيرهم. مر عبد القادر بمرحلة صحية عصيبة وغادره الموت شابا توفي في سنة 2002 عن عمر ناهز 45 سنة. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.